لما أخرج الله آدم من الجنة زوده من ثمار الجنة وعلمه صنعة كل شيء، ثماركم هذه من تلك، غير أن هذه تتغير وتلك لا تتغير. هذا الحديث فيه بيان فضل آدم عليه السلام، حيث ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم أن الله تبارك وتعالى أكرم آدم بأن زوده من ثمار الجنة وعلمه صنعة كل شيء، النجارة والحدادة والزراعة والحياكة واستعمال العملة، عملة الذهب والفضة، وكيف يصنع منهما الدينار والدرهم، وعلمه اللغات كلها، ثم هو علم أولاده أصول المعيشة وعلمهم الدين وعلمهم اللغات، اللغة العربية وغيرها.